قرار الانسحاب الامريكي هو قرار صائب وجاء متاخر. الوجود الامريكي هو بحجه كان داعش، وتم الاعتراف ان داعش تمت هزيمتها. وربما ما وراء هذا القرار في الانسحاب الامريكي ارى انه محاوله مغادره تركيا ومحاوله كسب ود تركيا، حيث ان امريكا ترى بان تركيا اصبحت اقرب الى علاقتها مع الدول الاخرى، اصبحت اقرب لها من علاقتها القديمه مع امريكا. يعني عندما تسمع بان هنالك تلميحات امريكيه بامكانيه ارسال دولاً الى خارج امريكا، عندما نسمع ان امريكا جاهزه للكونغرس وافق على صفقه الباتريوت التي امتنع عنها لمده سنوات واعطائها الى تركيا، والان نسمع عن انسحاب مفاجئ من الملف السوري قبيل بدء العمليه العسكريه لتركيا. هذه كلها مؤشرات تدل على ان هنالك اعاده صياغه العلاقه الاستراتيجيه قديما مع تركيا لكسب جسور الثقه مره اخرى، وبالمقابل تجنب اي توتر سياسي ربما يحصل جراء العمليه. وهذه العمليه العسكريه ربما لبس ترامب جديه واصرار الطرف التركي وتحديدا اردوغان فانها لا عوده، وهذه ليست فقط تصريحات في الاستهلاك الاعلامي، كما وجدنا ايضا ان تركيا في درع الفرات وغصن الزيتون نفذت ما ارادت، وبالتالي ستنفذ ما تريد الان.